هنتكلم حالا على المسلز بتاعة البالم اوف هاند، بس قبل ما ناخدها هنتكلم شوية عن السوبيناتور مسل، عشان المرة اللي فاتت يعني اللي هو بدلناها شوية. المفروض ان السوبيناتور مسل ده من عضلات الديب بتاعة الباك اوف الفور ارم، زي ما خدنا ليها اللي هو اوريجين سوبرفيشال واوريجين ديب. تمام، الاوريجين سوبرفيشال اهو سطحي، ده ماسك فين؟ ماسك في اللي هو اللاترال ايبيكوندويل من تحت. تمام، ادي اللاترال ايبيكوندويل هو ماسك فيه من تحت. طب وبالنسبه للجزء الديب ده بيكون ماسك في السوبيناتور كريست في الالنا، ادي عندي دي عظمه الالنا ودي الاوليكرينون بروسيس بتاعها اهو، هي ماسكه في الحته اللي هو اللاترال بالسيرو لاترال سيرفيس بتاعها، يعني دي بنسميها الحته دي اللي هو السوبيناتور كريست، لان هي ارتبط بيها السوبيناتور ماسل. تمام، عندي كمان اورجن بيكون اللي هو السوبرفيشال اورجن، ده بيكون كمان مشترك في الانيولار ليجامنت. الانيولار ليجامنت ده بيكون ليجامنت بيحوط لي الهيد بتاعت الراديوس كلها من ورا، بيعمل لها سيركمفرنس. تمام، بيحوطها كلها كسيركل. فدي عندي كده بالنسبه للاورجن. تمام، طب بالنسبه للانسرشن، انا عندي اي حاجه برونيتور او سوبيناتور هتلزق في الراديوس على طول، لان الراديوس عندي هو اللي بيتحرك، انا المفروض اشد الانسرشن على الاورجن فبالتالي يتحرك. تمام، فانا عندي هنا اهو الراديوس هو الوحيد اللي بيتحرك، فاللي هو العظمتين دول، لان الالنا دي ثابته، الزند ده كنا خدنا انها ثابته، انما الكعبره الريدس ده كان بيتحرك حركه نصف دائريه حوالين الزند. تمام، فهو ده اللي بيتحرك، فاي انسيرشن اي حاجه تتحرك الفور ارم سواء اللي هو برونيشن او سوباينيشن هتلزق في الريدس. تمام، فانا عندي لو هي جايه من ورا وطالعه لقدام هتعمل لي هنا اهو سوباينيشن. تمام، فده زي اللي هو مثلا سوباينيتور مثلا جايه من ورا وطالعه لقدام انسيرشن في الريدس. تمام، انما لو من قدام لقدام شبه البرونيتور تيرس او شبه اللي هو البرونيتور كوادريتس كان كل ده قدام لقدام فكان بيعمل لي برونيشن. تمام، الانسيرشن بتاعها بيكون فين؟ بيكون ماسك في الريدس. الحته دي فين؟ اهو ده اللاترال سيرفس، يمت بره اهو، الحته دي من الريدس اهو لاترال يمت بره، ده في اللاترال سيرفس، وده الابر بارت ابر ثيرد، هو ماسك في الابر ثيرد بتاع الريديوس الحته اللاترال منه اللاترال سيرفس بتاعه. تمام، ده كده بالنسبه للبرونيتور بالنسبه للسوبيناتور ماسل. وبيكون بالاضافه لكده ان انا عندي البوستيرير انتر اسس نيرف اللي هو برانش من الراديال نيرف كان بيخترقها في الحته دي. تمام، فبيعمل لها بيرسنج. تمام، دي العضله اللي بيعمل لها بيرسنج. نيجي حالا بقى للماسلز بتاعت اللي هو الهاند، انا عندي هنقسمهم لثلاث مجاميع. تمام، مجموعه اللي هو السوبرفيشال ماسلز يعني. تمام، دي بنقسمها لثلاث مجاميع، مجموعه اللي هو في يمه الصنب، الصنب ده لاترال فدي بنسميها لاترال كومبارتمنت. تمام، دول اربعه، ومجموعه يمه اللي هو الليتل فينجر، والليتل فينجر ده ميديال فبنسميها الميديال كومبارتمنت، دول برضو اربعه. وفي عندي شويه عضلات في النص كده بنسميهم في الانترميديت كومبارتمنت اللي هو العضلات اللي في النص. تمام، هم حوالي 20 عضله. المجموعه بتاعت الصنب او اللاترال كومبارتمنت ده بنسميهم السينر ماسلز. تمام، انما المجموعه بتاعت الليتل فينجر اللي هو الميديال بنسميهم الهايبو سينر ماسلز، ده لو انا جيت قربت ايدي كده على بعضها اللي هو البالم اوف هاند قربته على بعضه هلاقي ان تحت الصنب فيه كتله كبيره كده، الكتله الكبيره دي بتكون عباره عن اللي هو الماسلز بتاعت الميديال كومبارتمنت، انما لو جيت قربت اللي هو الليتل فينجر هلاقي ان هو في تحته اللي هو بقبئه كده صغيره بتكون اللي هو الماسلز بتاعت اللي هو الميديال كومبارتمنت. تمام، اللي هي الهايبو سينر ماسلز. تمام، نيجي نتكلم بقى عنهم، هم اربعه اربعه وكلهم نفس المسميات ما عدا واحده بس اللي مختلفه فيهم. تمام، يعني لو انا هلاقي انا هيكون عندي المفروض هنا الاساسي ان انا هلاقي ابدكتور، واحده هتعمل لي ابدكشن وواحده هتعمل لي فليكشن وواحده هتعمل لي اوبوزيشن. تمام، هلاقيهم هنا على اللي هو الصمب وهلاقيهم على الليتل فينجر. تمام، فدول الثلاثه هيكونوا محفوظين هنا، هم نفس اللي هناك. تمام، الصمب انا بسمي الحاجه اللي بتلزق فيه اللي هو بوليشس. تمام، الليتل فينجر اللي بسمي الحاجه اللي بتلزق فيه ديجيتي مينيمي. تمام، فانا عندي بقى في الصمب نيجي نتكلم عنهم، اول واحده من فوق خالص اسمها ابدكتور بوليشس ماسل. تمام، يعني اللي هو هتعمل لي ابدكشن في الصمب، هتخلي الصمب يطلع لبره اهو يبعد عن اللي هو الجسم. تمام، ده هنسميهم الابدكتور بوليشس ماسل، بس دي بريفس قصيره لان انا عندي المفروض خدنا واحده تانية اسمها ابدكتور بوليشس لونجس، دي كانت موجوده في عضلات الباك اوف اللي هو الفور ارم، كانت متحده اللي هو جزء منها في الالنا. تمام، تحت اللي هو الاوبليك ريدج، وجزء منها في الريديس في النص في الميدل سيرت بتاع الريديس. تمام، وكان الانسرشن بتاعها بيكون في البيز بتاعت اللي هو الفيرست ميتاكاربال بون. تمام، ده كده بالنسبه للابداكتور بوليشس لونجس. تمام، انما عندي هنا بقى في اللي هو السينر ماسلز اول واحده الابداكتور بوليشس بريفس. تمام،
هنيجي نشيلها هنلاقي تحتها الفليكسور بوليشس بريفس، تمام؟ ودي برضو بريفس احتمال فليكشن بس هي قصيره، لان كان عندي واحده تانية اسمها فليكسور بوليشس لونجس، دي كانت في الديب ماسل جروبس بتاعت الفور ارم، تمام؟ ده اللي هو الفليكسور بوليشس بريفس، ودي هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي طبعا فليكشن، تمام؟ طب عندي واحده تانية بقى تحتهم اسمها اللي هو اوبوننس بوليشس، تمام؟ الاوبوننس بوليشس دي هتعمل لي حركه اسمها الاوبوزيشن، لو انتوا يعني شفتوها قبل كده اهو، هتخلي صباع اللي هو الصمب يلزق في صباع الليتل فينجر، تمام؟ اهو دي اسمها كده الاوبوزيشن، تمام؟ اهو بعدها بقى في عندي عضلتين طالعين اهم، دلوقتي نسميهم الادكتور بوليشس، دلوقتي اللي هو زياده، ده مش هنلاقيهم في الديجيتي مينيمي، مش هنلاقيهم في الليتل فينجر، تمام؟ دي الحاجة الزيادة اللي على الصم، الأدكتور هتعمل أدكشن، هتخلي أهو هتتشد ويدخل لجوه، الصم بيتشد ويدخل لجوه، تمام؟ يقرب من الميدل فينجر، تمام؟ الحاجة لما تقرب من الميدل فينجر بتعمل أدكشن، لما تبعد عن الميدل فينجر تعمل أبدكشن، تمام؟ لأن عند الريست جوينت لما نيجي نتكلم عليها هنلاقي إن هو المحور بتاع اللي أنا بوصف بيه اللي هو الميدل فينجر، الميدل فينجر ثابت في النص. لو الحاجة بعدت عنه نسميه abduction، حاجة قربت منه نسميه adduction بالدي، تمام؟ فده اللي هو ال adductor bullishes وتعمل لي adduction، تمام؟ ال nerve supply هنتكلم عنه كمان شوية، تمام؟ كده خلصنا ال lateral compartment، بنخش على ال medial compartment، هنلاقي فيه عضلة كده مش مكتوبة اسمها اللي هو ال palmaris brevis، تمام؟ وهتلزق فين؟ في اللي هو البالمر ابو نيروزس، تمام؟ زيها زي البالمارس لونجس، البالمارس لونجس دي كانت جايه لي من اللي هو العضلات بتاعت الفور ارم، تمام؟ كانت في عندي واحده اسمها البالمارس لونجس، تمام؟ دي كانت بتكون من العضلات بتاعت الفرونت، تمام؟ فانا عندي البالمارس بريفس اول واحده هنشوفها، ماشي؟ بعدها هنلاقي بقى الثلاثه اللي احنا متعودين نرسمهم سوا، الابداكتور، تمام؟ الابداكتور يعمل ابداكشن للي هو الليتل فينجر، يبعده لبره، تمام؟ اهو لبره بعيد عن الميدل فينجر، انا هنا محور الكلام عندي الميدل فينجر، تمام؟ اهو يبعده لبره، لما نيجي مثلا نشوف الموشن بتاعها اهو ابداكشن اوف اللي هو الفينجر، تمام؟ ابداكشن اهو بعده عن الميدل فينجر، تمام؟ فبنسميها ابداكشن، تمام؟ دي كده وظيفة الابداكتور ديجيتي مينيمي. بعد الابداكتور ديجيتي مينيمي هنلاقي عندنا طبعا الفليكسور ديجيتي مينيمي اللي هو هيعمل فليكشن يخليه يتني، تمام؟ وبعد الفليكسور ديجيتي مينيمي هنلاقي الاوبوننس ديجيتي مينيمي اللي هو هيعمل اوبوزيشن شبه حركة اللي هو الصم، تمام؟ كده خلصنا الكلام عن الميديال واللاترال كومبارتمنت، نعدهم تاني. اللاترال كومبارتمنت من بره لجوه، تمام؟ كان عندي ابداكتور بوليشس بريفس، تحتها فليكسور بوليشس بريفس، بعد كده الاوبوننس بوليشس، بعد كده عندي جوه اللي هو الدكتور بوليشس، تمام؟ عندي هنا اهو بقى في اللي هو الليتل فينجر، كان عندي من بره اللي هو البالمارس بريفس، بعد كده الابداكتور ديجيتي مينيمي، بعد كده الفليكسور ديجيتي مينيمي، بعد كده الاوبوننس ديجيتي مينيمي، تمام؟ نفس الثلاث مسميات بتوع اللاترال كومبارتمنت او بتوع الصمب، تمام؟ بعد كده بقى في عندي عضلات تانية بنسميها اللي هو الانترميديت كومبارتمنت اللي هو الحته اللي في النص دي، تمام؟ الحته اللي في النص دي بنقسم العضلات، ثواني بقى اما نخفيهم بس شويه بقى كده عشان ما نتلخبطش منهم اهو، في عندي اربعه كده هايلايتد، تمام؟ دولت بنسميهم اللي هو اللامبريكلز، تمام؟ اللامبريكلز ماسل دولت اربعه، ماشي؟ في عندي اول واحده بتكون اللي هو موجوده هنا اهو وبتنزل مع، او تعالى بص نشوفهم بقى هناك احسن، هنا اهو انا عندي الحاجات دي، ده المفروض الفليكسور ديجيتورم سوبر فيشياليس، وفي واحده دي التانيه هتخش هنا فليكسور ديجيتورم بروفاندس. دلوقتي كانوا بيتحدوا فين؟ كانوا بيتحدوا في اللي هو الميدل فالنكس والديستال فالنكس، البروفاندس في الديستال فالنكس، انما السوبرفيشاليس في الميدل فالنكس التندون بتاعها، تمام؟ المفروض بقى ان انا حالا عندي اللي هو اللامبريكرز، دي هتعمل ايه؟ احنا هنقسمهم التاني ادي ده الفيرست، تمام؟ التاني
والثالث والرابع دولت هنسميهم اللي هو الميديال سنترال بارت، اللي هو الجزء اللي يمت الميديال بارت، انما اللي هو الفرس ده اللاترال يمت اللي هو بره. تمام، انا عندي اللي هنسمي الواحد ده هنخليه لوحده في اللي هو اللاترال بارت، انما الاثنين والثاني والثالث والرابع دول هنخليهم تبع الميديال بارت. تمام، طب الثاني والثالث والرابع دول بيكونوا ماشيين مع مين؟ بيكونوا ماشيين مع اللي هو الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس والبروفاندس. طب هما دول المفروض موجودين فين؟ انا عندي ده السكند لامبريكال والثيرد لامبريكال والفورث لامبريكال، دول بيكونوا متحدين فين؟ اهو واحد عند الميدل فينجر، واحد عند الفورث فينجر اللي هو بنسميه الرينج فينجر، واحد عند الليتل فينجر. فهم دولت عند اللي هو الفينجر الثالث والرابع والخامس. تمام، فهم دولت موجودين في الاماكن دي. ماشي، ده كده بالنسبة اللي هو المكان بتاعه. طبعا عندي بالنسبة للفيرس، الفيرس ده موجود هنا اهو عند طبعا اللي هو السكند فينجر اللي هو الاندكس. تمام، وبيكون ماشي مع اللي هو التندوم بتاع الفليكسور ديجيتورم بروفاندس او سوبرفيشاليز اللي رايح للاندكس. تمام، اللي هو الفليكسور تندونز اللي رايحه للاندكس. تمام، وبيكون بالاضافه لكده برضو ماشي مع الفليكسور تندون بتاع اللي هو الفليكسور بولش سترونجس، هو كمان يعني بيكون يعتبر بيقرب من ده كمان. ماشي، فانا عندي ده اللامبريكلز، انا عندي الفيرس ده تبع اللي هو الاندكس، انما الثلاثه الباقيين دول كلهم ميديال. تمام، والميديال تبع اللي هو الثيرد والفورث والفيفث فينجرز. تمام، وماشي مع التندونز بتاعت الفليكسور ديجيتورم بروفاندس وسوبرفيشاليز اللي رايحين للثيرد والفورث والفيفث فينجرز. تمام، طب انا عندي شكلهم، انا عندي كده في لو واحده عامله شبه الريشه لوحدها بنسميها يوني بينيت ماسل، يوني بينيت يعني اللي هو شبه الريشه واحده. تمام، انما لو دي ادي دي عضله واحده بس عباره عن رشتين رشتين، فبنسميهم باي بينيت. فانا عندي الفيرست والسكند لامبريكس دوت يوني بينيت. تمام، انما الثيرد والفورث دوت بيكونوا باي بينيت. تمام، طب دوت الوظيفه بتاعتهم لقينا انها مهمه جدا، تعمل اللي هو الرايتنج بوزيشن، يعني لما واحد لما يجي يكتب بايده كده يمسك اللي هو القلم ويكتب بايده، اللي بيحصل بيكون المفروض عندي الميتاكاربوفالنجيال جوينت ده هو ده حصل له فليكشن، انما اللي هو البروكسيمال والديستال بيكون حصل لهم اكستنشن. تمام، فلما نيجي نشوف اللي هو الموشن بتاعتها، هي اولا اصلا متصله فين؟ متصله في الميدل، في اللي هو في البروكسيمال فالنجز، فلما تيجي تنقبض يعني الانسيشن يروح على الاورجن طبيعي هيحصل لي فليكشن للميتاكاربوفالنجيال، لكن الديستال والبروكسيمال، البروكسيمال والديستال مش هيتاثروا. تمام، هي بتعمل فليكشن اللي هو الميتاكاربوفالنجيال، لكن بتعمل اكستنشن اللي هو الانترفالنجيال جوينت سواء اللي هو البروكسيمال او الديستال. تمام، وده اللي بيساعدني على حركه الكتابه. يعني لما نشوف الكتابه بنلاقي ان الوضع في الاخر بتاع الكتابه عامل كده اهو، انا ماسك اللي هو القلم بين اللي هو الصباع ده وده، والحته دي فليكسد، انما الحته بقت اللي هو الصابع بيكون اكستندد. تمام، فالجوينتس اللي هو الديستال والبروكسيمال بيكونوا اكستندد، انما الميتاكاربوفالنجيال بيكون فليكسد. تمام، ده كده بالنسبه لللامبريكلز. طب بالنسبه عندي بقى اللي هو بعدهم بقى، خلاص احنا نشيل اللامبريكلز، اللي بعدهم بقى بنسميهم اللي هو الانتر اوساي. تمام، الانتر اوساي دول بنقسمهم لجزئين اهو، في الجزء ده سطحي وفي جزء تاني عميق ليهم ورا. تمام، تقريبا شلته هنبقى نشوفه هناك، يعني ادي ده الجزء السطحي بيكون بره بالمر، وفي جزء دورسال بيكون ورا في الباك. ماشي، الجزء البالمر ده هو بيكون ساعات 3 وساعات 4. ماشي، فهو على حسب، لو انا عندي ثلاثة تمام، فهيكونوا ماسكين اللي هو الفيرست بتاعهم ماسك في السكند فينجر، والسكند والثيرد يكونوا ماسكين في اللي هو الفورث والفيفث فينجرز. تمام، انما لو انا عندي اربعة فالفيرست بتاعهم هيمسك في اللي هو الثامب، تمام، اللي هو الفيرست فينجر، انما السكند هيلزق في اللي هو السكند فينجر، انما الثيرد والفورث يلزقوا في الفورث فينجر والفيفث فينجر. ده معناته ان انا عندي ميدل فينجر ما بيجيلوش اللي هو البالمر انتر اوساي. تمام، لان انا لما اشوف اللي هو الوظيفه بتاعتهم، هو ده ماسك من هنا ورايح لهنا، يبقى وظيفته هيعمل ايه؟ يشد الانسيرشن على الاورجن، يبقى هيخلي اللي هو الصباع ده يقرب من الميدل فينجر. تمام، ويخلي الصباع ده اهو لما يتشد هو كمان يقرب على الميدل فينجر،
ان هما لما يقربوا على المحور بتاع الريست بتاع اللي هو الهاند، المحور الهاند اللي هو الميدل فينجر، ده معناته ان هما بيعملوا ادكشن، تمام. لكن انا عندي الطبيعي الميدل فينجر هو المحور اصلا، يعني هو المحور ينفع يخش جوه المحور؟ لا. فبالتالي الميدل فينجر ما بيحصلوش، ما بيكونش عنده اللي هو البالمر انتر اوساي ماسلز، عشان ما بيحصلوش اصلا اللي هو ادكشن، تمام. فلما نيجي نشوف الموشن اهو، الفينجر ادكشن اهو، هل انا عندي الميدل فينجر بيتحرك؟ لا، لسبب، ده المحور بتاعي اهو. انا لو انا شديت ده كده اللي هو هيقرب، تمام اهو، هشده هيقرب، وده كمان هيقرب، تمام. انما لو بعته هيحصل ادكشن، ماشي. لكن الميدل فينجر المفروض ان هو ثابت في حاله الادكشن، لان هو خط المحور اصلا، فالحاجات تقرب عليه، لكن هو مش هيعرف يقرب على نفسه، تمام. فدي وظيفتهم. بالاضافه لكده بيعملوا لي رايتنج بوزيشن برضو اللي هو فليكشن الميتاكاربوفالنجيال، بالاضافه للاكستنشن بتاعت اللي هو البروكسيمال والديستال انترفالنجيال جوينت، تمام. بيعمل فليكشن للميتاكاربوفالنجيال واكستنشن للديستال والبروكسيمال اللي هو انترفالنجيال جوينتس، تمام. ده كده بالنسبه اللي هو البارمر انتر اوساي، ودول بيكون شكلهم عامل ازاي؟ يوني بالنيت اهو، عباره عن ريشه واحده، تمام. انما لما نيجي نشوف هناك بقى، هل احنا نشيل حالا اللي هو اللامبريكلز، يكون باين عندي المفروض ورا هنا اهو، ده اللي هو الدورسال انتر اوساي. انا كنت المفروض قدامهم بقى اللي هو البالمر انتر اوساي، بس البالمر اتكلمنا عنهم هناك. وتاني بقى راجع بس على البالمر، انا عندي ممكن يكون ثلاثة وممكن اربعة، لان الفيرست ممكن يكون ابسنت في اي وقت، تمام. فانا عندي لو الاربعة موجودين، الفيرست يكون ماسك فين؟ في البيز بتاعت اللي هو الفيرست ميتاكاربول، انما السكند والثيرد والفورث يكونوا ماسكين اللي المفروض في الانتير سيرفيس بتاع اللي هو الميتاكاربال بونز، تمام. لان والميدل فينجر ما بيلزقش فيه، تمام. فدي حاجه نكون عارفينها، يعني هو بيلزق فين. ممكن يلزق في اللي هو السامب، وفي الاندكس، وده بنسميه اللي هو الرينج، وده اللي هو الليتل فينجر، تمام. طب عندي بالنسبه للدورسال بقى، الدورسال بقى شكلهم عباره عن ريشتين مع بعض، دول اربعه عبارة عن أربعة مسلز، تمام. والأربعة دول بيكونوا اللي هو باي بالنيت، تمام، اللي هو عبارة عن رشتين مع بعض. طب دلوقتي اللي هو الأورجن بتاعهم فين؟ أنا شايفهم إن هما بين الميتاكاربال بونز وبعضهم، فهم في أدجاسنت للميتاكاربال بونز، تمام. لكن أنا عندي هنا برضو حاجة مهمة، الحاجة المهمة بتاعتهم، ثواني كده نشيل اللي هو ده هايد. الحاجة المهمة بتاعتهم إن أنا عندي الثمب والليتل فينجر ما بيحصلش فيهم الانسيرشن. الانسيرشن اللي حاصل عندي فين؟ ادي مثلا عندي ده اهو، بيكون متصل بيه اللي هو يعني لو جيت تاخده من سامبل في سامبل فيرست، مفيش حاجه فيه حصل اللي هو انسيرشن. اما الانسيرشن حصل فين؟ في السكند اللي هو الاندكس، وفي اللي هو الميدل فينجر. الميدل فينجر جاي فيه اثنين، تمام، اثنين عملوا له انسيرشن فيه، تمام. وعندي اللي هو الفورس فينجر حصل فيه برضو انسيرشن. فانا عندي الانسيرشن حاصل في الثلاثه اللي في النص بس، اللي هو الاندكس والميدل فينجر والرينج فينجر اللي هو الرابع، تمام. انما الثامب والليتل فينجر ما حصلش فيهم الانسيرشن، تمام. وده ليه؟ لان وظيفه اللي هو اصلا الدورسال انتر اوساي ماسلز ان هم بيعملوا ابدكشن، تمام، ان هم يبعدوا الحاجات عن اللي هو خط المحور. فانا عندي المفروض انا لو انا هبعد عن خط المحور، انا ممكن ابعد الحاجه الليتل الميدل اللي هو الميدل فينجر، انا لو انا بعدته كده اهو، فيحصل لي كده ابدكشن لانه بعيد عن خط المحور بتاعه. لو وديته كده بيحصل برضو ابدكشن لان انا بعدته عن خط المحور بتاعه. فبالتالي انا محتاج له عضلتين، واحده توديه لبره كده وواحده توديه لبره كده، انما الابدكشن هو في المحور، فما ينفعش يروح في المحور اكتر من كده. لكن ممكن يبعد عن المحور، ممكن يطلع لبره كده او لبره كده، تمام. ده بالنسبه للميدل فينجر، فعشان كده بيكون له اثنين انسيرشنز، تمام. انما ده اهو البعد بتاعه عن المحور ان هو يطلع لبره، وده البعد بتاعه عن المحور ان هو يطلع كده اهو، ماشي. لكن انا عندي ليه ما حطيتش في اللي هو في اللي هو اللي هو البالم اللي هو الصمب، ليه ما عملتش فيه انسرشن؟ لان انا المفروض انا عندي عارف ان انا عندي ابداكتور بوليشس لونجس وابداكتور بوليشس بريفس، تمام. وعندي هنا اهو في الليتل فينجر انا عارف ان انا عندي فليكسور ديجيتي مينيمي، تمام. فده انا عارف ان انا بيكون حصل له يا رب عندي ابدكتور ديجيتي مينيمي، تمام، بيعمل ابدكشن اللي هو الليتر فينجر، تمام. فانا عارف ان انا الثامب والليتل فينجر يحصل لهم ابدكشن بحاجات تانية،
لكن الحاجات اللي في النص مش هيحصل لهم ابدكشن بحاجه تانية، فبالتالي بحط لهم الدورسال انتر اوساي ماسلز. تمام، وظيفتهم ان هم طبعا هيعملوا ابدكشن، دي اول حاجه، ويعملوا كمان وضع الرايتنج موفمنت ان هم هيعملوا الفليكشن للميتاكاربوفالنجيال و اللي هو اكستنشن للديستال والبروكسيمال. اهو لما نيجي نشوف انا عندي هنا اهو بعده، تمام، لكن انا ممكن ابعد برضو اللي هو الميدل فينجر، اوديه يمين او اوديه شمال على حسب ما انا عاوز احرك. تمام، ممكن نشوفها لو في موشنز هنا. لا مفيش. طب بالنسبة بقى للنيرف سبلاي، كلهم بياخدوا من الديب برانش بتاع الارنر نيرف، مش مشكلة نعرف الشكل بتاعهم، احنا دي تسكين، كلهم ياخدوا من الديب برانش بتاع الارنر نيرف. تمام، ما عدا 5 عضلات بس، اول 3 في الميديال في اللاترال كومبارتمنت. تمام، اللي هم مين؟ الابداكتور، يا رب معلش، ما عدا اللي هو الرابع واحدة في اللي هو اللاترال كومبارتمنت، اللي هي مين؟ الادكتور بوليشس. تمام، دي تاخد باللي هو، ثواني معلش نراجع تاني، انا عندي كلهم ياخدوا من الديب برانش بتاع الالنر نيرف ما عدا 5. تمام، الخمسه دول مين؟ اللي هم اول 3 في اللاترال كومبارتمنت، اللي هم الابداكتور بوليشس بريفس والفليكسور بوليشس بريفس والاوبوننس بوليشس. تمام، اول 3 في اللاترال دول هياخدوا برانش من مين؟ من الميديان نيرف. تمام، طب عندي مين الاثنين الباقيين؟ الاثنين الباقيين اللي هم الفيرست والسكند لامبريكس. تمام، دول برضو بياخدوا من الميديان نيرف، الفيرست والسكند، ده اللي هو واحد منهم بيكون موجود هنا، واحد تاني بيكون موجود، واحد هنا واحد هنا. تمام، ده اللي هو الفيرست والسكند لامبريكس. تمام، فانا عندي كده اهو تاني التجميع تاني، ان انا عندي اللي هو الديب برانش بتاع الالنر نيرف بيغذي لي كل حاجه ما عدا 5 بيتغذوا لي بيه اللي هو الميديان نيرف، اللي هم اول 3 في اللاترال كومبارتمنت، اللي هم ابداكتور بوليشس بريفس وفليكسور بوليشس بريفس واوبوننس بوليشس. تمام، بالاضافه للي هو الفيرست والسكند لامبريكس. تمام، ده بيكونوا بيتغذوا بيه اللي هو الميديان نيرف. تمام كده خلصنا الماسلز بتاعه الابر لامب.